لو الحكاية فيها إن فيدي بنحب مصر بنحب السيسي واقعد اسمع اللي بعض في السياسه بعض في اللجنة وبدعي للسيسي وبدعي للجيش ولادنا حلال بدعي للجيش بقول ينصروا مروحوا سالمين غانمين لولادهم يا رب اكتر حاجة نفسك فيها عشان وعشان كده نزلت عشان النهاردة ويخلي الشعب يبقى يعلم كلها مصر. طب تقولي ايه اللي ما نزلش النهارده؟ اقول له كذاب وحش، اقول له كذاب وحش بتكذب على بلدك، اقول له انت خسيس، انت مرتشي، كل اللي ما يقولش اللي ما يقولش بلدك مرتشي من اللي يقول من الأخوان الأول. آخر حاجة نفسك تقوليها طيب؟ عايزة أتمنى مصر تبقى أعلى الدنيا كلها، وجيش مصر يبقى الدنيا كلها، نقول مصر وبس.